السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سوي اس 230، أسأل الجميع إن شاء الله أن يطلب يكتب اسمه مع رقمه الجامعي، وهنستنى بس فقط دقيقة ونبدأ المحاضرة إن شاء الله.
السلام عليكم. توقفنا المرة السابقة، بتذكر عندي الباك دور اندرويد كيت. اليوم ان شاء الله نبدأ بحديثنا عن السبام وير، واللي بيتم من خلال او المالوير بيتم من خلال الايميلز والبراوزر. فقبل لا نبدأ حديثنا عن المحاضرة هذه، فبدي اذكركم بالنسبة للوظيفة، كان موعد تسليمها المفروض يوم الاربعاء. في الطلاب اللي سلموا الوظيفة حطيت للجميع الإيميل للماركر، الماركر اسمها لامار وإيميلها موجودة على الإي ليرنينج. فمطلوب منك إنك تعطي صلاحية بالنسبة للفيديو اللي أنت حطيته على الويب أو اللي أنت حطيته على الجوجل. فإذا كان بحاجة لصلاحية، مش فقط تعطيها للمدرس، إنما أيضا تعطيها للماركر. فالطلاب اللي سلموا وظيفتهم اوريدي، بس فقط ياخذ ايميل الماركر ويعطيه صلاحيه. اذا كان مش على اليوتيوب، يعني مش بابليك، اذا كان حاطه انت على الجيميل على الجوجل درايف وات ايفر، اذا كان بده صلاحيه تنساش تعطيها للماركر قبل لا يتسكر الوظيفه، لانه الوظيفه بتنتهي تسليمها يوم الاربعاء. في شفت بعض الطلاب اللي سلموا بس حاطط الباوربوينت ومش حاطط اللينك للفيديو، ايضا هذه كمان بدك تنتبه لهذه الملاحظه، لانه الماركر من وين بده يدل على اللينك. ففي بعض الطلاب انا اضفت، يعني خلينا نقول اضفت لهم اللينك على الكومنت، بس يفضل انك انت تحط اللينك على تكست فايل وترفعه على الدروب بوكس. ماشي؟ إذا اللي ناسي يرفع اللينك يرفعه، واللي بحاجة إنه يضيف صلاحية للماركر ياخذ الإيميل من الإي ليرنينج ويضيف ويعطيه صلاحية. دكتور، تفضلي. كان لابتوبي خربان هالفترة، فاليوم لا أبلش فيه الأسايمنت، يعني ما ما قدرت فيش أبلش. معك إلى يوم الأربعاء. ما هو يوم الأربعاء يوم آخر يوم الأربعاء تسليمه. تمام دكتور، يعطيك يعني العافية. في معكم وقت، بس انتبهوا طبعا انتوا بترجعوا على الدروب بوكس بيكون مكتوب لك الأربعاء موعد التسليم. ايش عفوا ما سمعت. لا ما فيه، مش سامع والله. الأربعاء الجاي ولا بكرة؟ لا بكرة 17 الشهر. طيب شكرا دكتور، حياك. دكتور ما في مجال، دكتور ما في مجال انه تمدد المدة؟ النصيحة تسلموها بوقت، لانه اذا حصل في تمديد هيكون التصحيح من 5 وليس من 10. يعني اللي بيسلم على وقت على الوقت نفسه باخذ علامته بتكون من 10. اللي بده تمديد، اذا حصلت الموافقة على التمديد فراح يكون التصحيح في بنالتي على اللي هو التأخير في التسليم، في عليه بنالتي، بكون التصحيح من 5. ف يعني شو لو بدك تجيب فول مارك بدلها 5، مش بحاجة، يعني ما اعتقدش انه بحاجة انك تمدد. انا حكيت لي بصير انه اسلم الخميس، حكيت لك المحاضرة الماضية. اوكي، بس في عليها بنالتي. انت بالنسبة لك مين اللي مين طيب حتى لو كان، بس ما بيكون في هبة هبة علامات، يعني كثير 5 علامات. هبة ايش كانت مشكلتك انت بس ذكريني؟ انا مش هبة، انا سلام. عفوا سلام. انا حكيت لك انه لابتوبي لسه مش، يعني مش موجود، وانت ما يعني ما بترضى تاخذ شو اسمه بدون فيديو، ولا انا جاهز اسلمه بدون فيديو، يعني بدون ما اصور حالي، يعني عادي انه بس صوت. لو بس مش عارف انت اللي حكيت معاكي بالامس ولا لا، انا مش متذكر. لا امبارح ما كان عندنا محاضر، انا بحكي عن يوم الاحد. لا انا التقيت مع طالبة بالامس ودليتها على طريقة. طيب انا بعد المحاضرة سلام. ما دكتور انا ماشي ماشي دكتور. سلام سلام. بعد المحاضرة هاي بدي احكي معك ادلك كيف تحل مشكلتك، ولعل انها تكون يعني ممكن تخلص تعمل الفيديو اليوم ان شاء الله. بس بعد المحاضرة هاي بعتي لي ايميل على، انت عندك محاضرة بعد هذه المحاضرة؟ لا لا طيب بعد هاي، بعد ما نخلص المحاضرة بتكوني بعتيت لي ايميل عشان ابعت لك اللينك بحكي لك شو تسوي. تمام ان شاء الله، ان شاء الله خير. يلا دكتور يعطيك العافية، حياك الله.
دكتور لازم احط الباوربوينت ولا مو شرط؟ لأنه مكتوب إذا بتنتبهوا، خليني أحكي للجميع صحيح على هذه النقطة. في من ضمن والمراجع صح؟ المراجع، فإذا أنت المراجع حطيتها بس الباوربوينت ما حطيتها. فاهم عليك، بس إذا المراجع ظهرت بالفيديو ماشي كان به، إذا المراجع مش ظاهرة بالفيديو بتروح عليك، يعني بتنقص عليك من علامتك. فأنت لا بتأخذ المراجع كانت ظاهرة في الفيديو، خلاص، ظهرتها كاملة. أتوقع ما فيش مشكلة، بس مش غلط لو حطيت يعني عشان ما تتركش حجة للمصلح، لأن المصلح شو بيسوي؟ شو بتطلع على الدوكومنت بشوف شو الكرايتيريا اللي يصلح عليها، فراح يلاقي مثلا من ضمن الكرايتيريا المراجع ممكن يخصم درجة إذا ما مش موجودة. هلا عشان ما توقعش طب تمام، بفخ إنه ما انتبهش إنها موجودة على الفيديو، حط الـ الباوربوينت سبمته، وبكون عليه آخر صفحة المراجع. طيب ماشي؟ تمام دكتور، بعد المحاضرة بالراحة أحطها. آه ما معكم وقت، معكم وقت. إن شاء الله خير. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، خلينا نبدأ بالمحاضرة. إيميل، الإيميل طبعا الكل بيعرف الإيميل، الكل عنده إيميل، وأصلا تواصلنا صار مع بعض ومتواصلك مع العالم من خلال الإيميل. هل هذا الإيميل هل ممكن يكون بالنبر للأتاك؟ نعم، قد يصلك سبام. إذا السبام هذه عبارة عن يطلق عليها جنك إيميل، وهي جاية من مصدر قد يكون مصدر مؤذي، مصدر غير موثوق. هذا السبام قد يحتوي على نوع من الدعايات، قد يحتوي داخله على نوع من الدعايات، دعاية بس، ولكن هذه الدعاية قد تكون فيها توديك على مكان ينزل فيروسز أو ينزل مالوير. فبهذه الحالة السبام يعتبر من الماليشيا السوفت، او يحتوي على ماليشيا السوفت وير، او بطريقه غير مباشره بوصلك لماليشيا السوفت وير. هلا كيف تميز انه سبام؟ انت مثلا بيجيك ايميلات، كيف بتحدد بدك تقرا ايميل او ما تقراش ايميل؟ شو بتساوي؟ هل بتفتح كل الإيميلات ولا أنت بتختار الإيميل اللي بدك تفتحه وتقرأه؟ حسب هويتي الشخصية اللي بعت. أحسنت، إذا معناته أنت بتطلع على المصدر اللي جاي منه الإيميل. فإذا كان جاي من زميل أو زميلة، من مديرك، من أي واحد بيشتغل بالأورجنايزيشن، يعني بيكون at yu.edu.jo مثلا، من اورجنايزيشن جامعه يرموك. ممكن في بعض الاحيان بقول لك اي شيء جاي من اديو انا بشوفه بطلع عليه، لانه غالبا الايميلات تبعون الجامعات بتكون موثوقه. اذا بتصير تتحدد بالضبط انه ايش الجهه الموثوقه وايش الجهه مش موثوقه، ايش اللي ممكن تقراه وايش اللي ممكن ما تقراوش. فاذا مثلا جايك ايميل من واحد ما بتعرف، وبعدين بالاخر ات يو كي ات اي يو دات، يعني في بعض خلينا نقول النهايات بتشعر ان مثلا هذه جايه من مكان غير موثوق فيه، فما بتفتحوش. فاذا معناته لازم، طبعا احد الطرق لتحديد انه السبام، انه هذا الايميل سبام ولا مش سبام، انك تطلع من وين جاي، من وين مصدره. سباي وير، سباي وير هي عباره عن سوفت وير طبعا بينزل عن طريق الايميل، وقد ينزل عن طريق غير الايميل، بس بالغالب احنا بنقول السباي وير بيجي من الايميل، لانه هو عباره عن سوفت وير بيتم تنزيله على الجهاز، وهذا السوفت وير بيصير يراقب البيهيفير تبعك، الاكتيفيتيز اللي بتسويها بتجسس عليك. فهذا السباي وير بيحتوي على يعني بيشوف، يعني عباره عن سوفت وير، عباره عن كود بشوف شو قاعد تكبس. مثلا ممكن يكون بيراقب الكي ستروكس تبعونك، وبيجمع الكي ستروكس بملف وبيبعتهم لصاحب السباي وير. هذا الكي ستروك شو بستفيد منه؟ لما الكي ستروك المقصود كبسات الكيبورد. هلا انت لما بتكبس على الكيبورد شو ممكن يكون هو بيجمع؟
شو بتتوقعه؟ ممكن باسوردز باسورد. لاحظ يوزر انت لما تيجي نيمز. تكتب الباسورد على الويب مش بيعطيك ستارز، فما بقدر، المفروض انت ما بتشوفش الباسورد بس عارف شو بتكتب. فاللي قاعد بعت لك سباي وير، هذا سباي وير بده يقارب، بده يراقب الكي ستروك، الهدف منها شوف تجميعات، ممكن يكون باسورد، ممكن يكون فيزا كارد، ممكن يكون فيزا كارد نمبر عفوا، ممكن يكون اي شيء سنسيتيف انفورميشن يقدر ياخذه منك، ومن خلاله تصير مصيبه. يعني ممكن يكون يؤدي الى انه المعلومات اللي سرقها يتقمص شخصيتك. اذا هذه السباي وير هي اسمها سباي يعني تجسس، هي تعتبر من خلينا نقول المالويرز المش سهلة اللي قد تؤدي إلى هارم كبير للشخص في حال إنه يقع ب أو يدخل على سايتس بحاجة إلى كريدنشنز، وهذه الكريدنشنز ممكن تنعرف من خلال هذه أو تنكشف من خلال هذه السباي وير. أدوير، شوفوا الادوير هي عباره عن، طبعا انت لما بدك تروح على اي سايت على النت ممكن تتفرج على سايتات معينه، على برودكت معين، على يعجبك يعني اشياء معينه، بيقدر التاكر انه يعرف انت ايش هواياتك من خلال انه يشوف شو الفيزيت سايت اللي بتروح عليها، شو السايتس اللي انت بتعملها فيزيت باستمرار. فمن خلالها بيقدر يعرف انه انت والله ميولك مثلا على سبيل المثال لكريمات معينة، ميولك لملابس بستايل معين، او ميولك لمثلا خلينا نقول شوز يعني خلينا نقول فابريكيتد بطريقة يعني خلينا نقول يعني اي شيء انت بتحبه. فهنا هذا الادوير شو بيساوي؟ الادوير بيجمع هذه الشغلات اللي انت بتروح عليها السايت وبيعمل عليها تحليل. طبعا هو بيبعت للاونر انت اسماء السايتات اللي بتروح عليها، والاونر بيقوم بعمليه تحليل ومن خلاله بيعرف انت شو الانترست تبعك، ممكن ايش الدعايه المناسبه لك، شو ابعت لك واللي ممكن انت يعجبك وتروح تشتري فيحقق ريفينيو. اذا هو بيعمل اناليسيس للانترست اللي انت خاصه بيك، وهدفه هو انه ريفينيو يبيع ويشتري. فبهاي الحاله بتلاقيه بيظهر لك بوب اب منيو وفيها نوع من الادفرتايزمنت على الاشياء اللي انت بترغبها. هذه قد تكون مفيدة، لكن إذا استغلت بطريقة غير صحيحة قد تكون ضارة. ليش؟ يعني ممكن واحد بيشوف أنت إيش ميولك ويوجهك لاتجاهات خاطئة من خلال أدوارس. ممكن يكون بيراقب مكانك، المكان اللي بتروح عليه من خلال خلينا نقول البوزيشنز، ممكن يقرأ البوزيشنز عن طريق الماب اذا كنت انت بتستخدم الخلوي وعم بيوصلك الدعايات على هذا الخلوي، ممكن انه يعرف انت وين مكان تواجدك على سبيل المثال، وممكن يستغل بطريقه مش صحيحه. السكير وير هي عباره عن زي فكره الادوير، ولكن السكير وير شو بيساوي؟ بيجي بيطلع لك بوب اب بيحكي لك مثلا على سبيل المثال انه جهازك بيتعرض لاتاك ولازم تنزل انتي فايروس، وبننصحك بهذا الانتي فايروس، وبطلب منك انك تكبس كليك على عمليه الداونلود وتنزله على جهازك. فهو شو بيسوي؟ بيستغل خوفك من وجود الفيروسات على جهازك بانه يرشدك الى تنزيل سوفت وير بيكون هذا السوفت وير هو مش صحيح، هو بيحتوي على مالوير، وبيظهر لك الشاشات بتشبه شاشات الاوبريتنج سيستم عشان يبين لك انها هي صادره من الويندوز وانها مش انه عباره عن بوب اب صادر من الاتاكر. واضحه هذه؟
الفيشنج. هل الفيشنج هذا نوع من الاتاك حيث من خلال الايميل بيجي هذا الفيشنج بيتقمص شخصية يعني بتقم يعني بيكون مش جاي من لجيمه المصدر ما يكونش مصدر صحيح، بيكون جاي بيدعي انه هو جاي من مصدر انت بتثق فيه ولكن هذا المصدر مش صحيح، يعني بتقمص شخصيه مثلا مايكروسوفت على سبيل المثال. والهدف من هذا الفيشنج انه يعمل جاذر للانفورميشن من خلال انه يخدعك ويطلب معلومات مش صحيحه. طيب الفيشنج هذا مثلا جايك ايميل وبحكي لك انه هذا الايميل على سبيل المثال بالايميل انه مصدر الايميل من جامعه اليرموك، وجامعه اليرموك تطلب منك انه تغير الباسورد، وعشان تغير الباسورد بقول لك روح على هذا السايت، فبتلاقي جاي بالايميل بيدلك على سايت معين. هذا السايت ما بيكون لجيتمت، الايميل بيحكي لك انه هذا السايت من جامعه اليرموك، فانت بتصدق. اللي بيكون يعني خلينا نقول مش ما بيعرفش بالخداع هذا راح يصدق، راح يكبس على هذا السايت بالايميل، ثم بيدخله على صفحه وبطلب منه يدخل اليوزر نيم والباسورد. بهاي الحالة إذا دخلت اليوزر نيم والباسورد هو سرق لك المعلومات هذه، وبيجي بيقول لك إنه والآن غير الباسورد، فأنت بتغيره، فاللي بيصير إنه هو بيغيره عن طريق أنت بتحكي له شو الأولد باسورد وشو نيو باسورد، فبيأخذ هذه المعلومات وبيغير لك إياها فعلا بالسايت الحقيقي، ولكن مش انت اللي غيرته، هو اللي غيره. فشو استفاد؟ هو اخذ منك المعلومات اللي بده اياها. هذا الفيشنج. اوكي، مين يعيد لي اللي انا او اللي فاهم اللي فهم كيف بيشتغل الفيشنج يعيد لي اياه بطريقته؟ ممكن واحد يتبرع منكم؟ مين يحكي لي شو الفيشنج او شو فهم؟ ريهام طاهر معنا يا ريهام. ريهام طاهر علي. هيثم حكمت. إذا ما جاوبنيش هيثم بلجأ لك يا عبد السلام، بس دقيقة. هيثم حكمت. طيب عبد السلام زكريا تفضل. هو مش يعني هو مش هجوم يحتاج إنه أنت يكون عندك خبرة مثلا بالكودينج ولا كذا، هو أكثر إنه يجمع معلومات من خلال إنه يعرض لك أشياء مخادعة. يعني مثلا نفترض انه جاتك لينك، وكان اللينك هذا بيقول لك ادخل عليه وسوي لي لايك وشير من هالاشياء بالفيسبوك مثلا عشان تربح الجائزة ولا كذا. تدخل على اللينك بتشوف اللينك انه لازم تحط اليوزر نيم والباسورد تبعيتك عشان تفوت على الفيسبوك. طبعا هذا الاشي احنا متعودين عليه وإشي طبيعي، لكن انت ما بتنتبه انه هذا اللينك ضار، وما يعني مش سكيور، ومش اللينك تبع الفيسبوك اصلا. لكن لما تشوف الصفحة بتكون صفحة تبعت الفيسبوك، فانت بتدخل اليوزر نيم والباسورد طبيعي وبتضغط على السبميت او لوج ان، بعدين تتفاجأ انه ما فيش شيء حصل وحصل مشكله او كذا. انت بهالعمليه قمت انه اعطيت الشخص اللي اعطاك اللينك اليوزر نيم والباسورد تبعونك، فهي يعني واحد من الامثله اللي عليهم الامثله. بس اللينك من وين بيجيك؟ اللينك ممكن يجيك عن طريق الايميل صح؟ اللينك عن الايميل ممكن يجيك مثلا برايفت مسج مثلا. ممكن ايوه زي هيك. يعني هي فكره ايميل، ايميل بيجيك فيها اللينك وبحكي لك انه انت في عندك مشكله، وعشان نحل لك المشكله روح على هذا السايت وغير الباسورد، او بطلب منك مثلا فيزا كارد نمبر على سبيل المثال. انا اجاني اتصال من
مثلا من بي ان سبورت وحكوا لي انه طبعا التليفون شو بعرفني انا مين اللي بيحكي معي، وحكوا لي انه في عرض على قنوات وعلى وعلى وعلى، واعطاني لسته طويله عريضه وقال لي هاي ثمنها 300 دينار بس عشانك، لانه احنا نتصل فيهم ونختارهم بننزل لهم اياها ل 150 دينار. فلما قلت له انا بدي افكر بالعرض وبراجعك ببعث لكم ايميل، قال لي هذا العرض بس بارد لمده نصف ساعه وبيكون عن طريق التليفون. قلت له يعني شو المطلوب مني؟ فطلب مني الفيزا كارد نمبر، وطبعا شوف كيف البروموشن تبعه. طبعا هذا يعتبر في هذا مش فيشنج، هذا هتشوف اللي بعدين بسموه فيزنج، اللي هي هذا اول وحده، اللي هو اي شيء بيتم عن طريق التليفون ماشي بي بي زي الفيشنج، بيتقمص شخصيه هذا، بطلب منك انك تعطيه معلومات وهي بتكون معلومات سنسيتيف لا تصدقه. طبعا عن طريق التليفون بنسميه فيشنج، وعن طريق الايميل بسموه فيشنج. واضح؟ هلا زي ما حكى زميلكم بيظهر لك صفحه كانها صفحه الفيسبوك، هي ما بتكونش لو تيجي تقرا العنوان فوق مش فيسبوك، بس يمكن ما تنتبهش انت. فهي بتظهر لك صفحه مشابهه ريسمبل لنفس الصفحات اللي بتتعامل معها، فانت بتفكر انه انت بتتعامل مع ليجيتيميت سايت، وبكل اريحيه بتعطي اللوجن نيم والباسورد. هلا وين المشكله؟ المشكله انه ممكن تكتشف انه فعلا هذا فرود وهذا مش صحيح، وممكن ما تكتشفش. شو بيكون بيسوي هو؟ بياخذ منك المعلومات وبروح على الويب سايت وبيسوي نفس الخطوات اللي هو طلبها منك علشان تكتمل العمليه، ويبين انه انت فعلا غيرت بالصفحه الرئيسيه تبعت الفيسبوك، او غيرت بالصفحه الرئيسيه اللي تعاملت معها مع اللي مع الـ مع الجهه اللي المفروض انك تعتقد انها ليجيتيميت. اذا هذه مثال. خلينا نشوف في مثال، انا وضعت لكم اياه هنا، خلينا نشوفها. بس خلينا نعمل شير للكمبيوتر ساوند. طيب While checking your email, you receive an alarming message from your bank. It says that your account might be jeopardized and provides a link to enter in your private information. Even though the logos and contact information appear to be correct, this email wasn't from your bank, but instead it was sent by cyber criminals looking to phish you. Phishing is when scammers trick you into divulging personal and financial information by pretending to be a legitimate source. Just like fishermen cast lines with bait attached, these scammers send out official sounding emails, hoping that you will let your guard down. They often build entire pages and logins dedicated to looking like authentic banks or businesses, designed to get you to gain your trust and lower your guard. Even more alarming, fishers can even pose as your friends and family to trick you. In some cases, a phishing email can install malware on your computer without you even entering your username and password. Regardless of how they obtain it, once cyber criminals have your login information, they can change your passwords, steal your money, and even your identity. There are many ways to identify a possible phishing email. No legitimate bank, government agency, or business would send you an email requesting that you re-enter your private information. Misspellings, poor grammar, and typos are also good indicators of a phishing email. If you receive a phishing email, the best thing to do is just ignore it and mark it as spam. You can also use anti-spam filters as a way to avoid these emails entirely. You should always be on guard when opening up unknown emails, and make sure you have the latest internet security and email protection software on your computer to avoid phishing scams entirely. Okay. إذن هذا الفيشنج، هي لاحظ يعني واحدة من الطرق بقول لك إنه بيبعث لك إيميل إنه هي صادرة من البنك البنك اللي أنت بتتعامل معه، وهذا البنك بقول لك يعني بالإيميل بيدعي إنه هو من البنك، وبحكي لك غير اليوزر نيم والباسورد. الهدف منها إنه يأخذ معلوماتك علشان يقدر يدخل على الأكاونت تبعك ويقدر يسرق من عندك ماني. ممكن يكون المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها بيبعت لك على انه انت على انه ايميل من المؤسسة عشان يعرف
الكريدنشلز اللي من خلالها يقدر يتقمص شخصيتك ويقدر يعمل اتاك إلك او للمؤسسة اللي حاول انه يسرق المعلومات الخاصة بها. اذا اللي هو بيدعي انه تراستد سورس او ليجيتيميت، و لازم انت تميز انه اي ايميل بيجي من اي مصدر وبيطلب منك تغير اليوزر نيم والباسورد فلا تصدقه، او تغير او تعرض الكريدنشلز برضه لا تصدقه. السبير فيشنج، السبير فيشنج اللي هي از عباره عن اتاك جاي من ايميلات تعتقد انها صادرة من مصدر انت تثق فيه، من صديق مثلا. هسه ممكن يكون زميلك تعرض لأتاك ويبعت ايميل، يعني ينبعت من عنده ايميل إلك ماشي، ويحتوي على لينك ضار. بهاي الحالة انت لما تشوف ايميل جاييك وتشعر انه محتواه مش سليم، فممكن يعني حتى لو انه جاي من زميل لإلك لا تحاول انك تفتح هذا المحتوى. مثال، وصل الي ايميل من زميل، و لما جيت فتحت هذا الايميل وجدت انه بيحكي لي اذهب الى هذا اللينك، وهذا اللينك فيه برودكت يعني رائع. طب انا هذا الزميل ما عمروش تعامل معي بهذه الطريقه، فلازم اشك انه ممكن هو تعرض لاتاك، وانه الايميل اللي طالع او اللي واصلني هو مش من عنده، هو جاي من الاتاكر، فاستخدم الكونتاكت تبعت الايميل واصدر من خلاله ايميلات وهو لا يعلم. فهنا انت لما بتشعر انه الايميل يعني نوعا ما مش سليم، حاول انك تتجاهله، او حاول انك ممكن تتصل معه على سبيل المثال وتتاكد منه انه فعلا هو اصدر هذا الايميل. ففي بعض الاحيان مثلا وصلك، يعني اعطيكم مثال، في ممكن يكون اجاك ايميل على من زميل لك بيحكي لك ان الان في ماليزيا على سبيل المثال، وفي قصة طويلة عريضة ما بقدرش أحكي لك إياها الآن، بس أنا هسه في واقع في مأزق مالي وبحاجة إنك تبعت لي تحول لي فلوس على هذا الأكاونت، لأنه أنا يعني في ظرف صعب جدا. فتخيل إنه هذا الإيميل يكون جاي من أخوك أو جاي من أبوك أو جاي من واحد قريب كثير ريليتيف لك، يعني خلينا نقول العاطفة بسرعة بتاخذك من غير ما تفكر، فعلى طول بتروح ايش تحول على الاكاونت اللي هو بعت لك اياه رقم الحساب، وبعد فترة بتكتشف انه هاي خدعة، بس انت وقعت بالاتاك، يعني حولت ماني. فالفكرة هنا هذا الكاستمايزد ايميل بيكون يتم ارساله من سبيسيفيك بيرسون، بيكون هذا البيرسون بيعني كثير بالنسبة لك، وانت ممكن تقع على بالاتاك لما تصدقه. الفيشنج اذا بتتذكروا مره ورجيتكم فيديو كيف وحده بتخدع خلينا نقول تبع التليفونات، كان اللي هو شو اسمه الزين بروفايدر كانه، وحكت له انه انا بحكي من تليفون زوجي، وهي ادعت انه التليفون اللي استعملته لزوجها، وانه انا مش عارف ادخل على البيت، وانه اللوك السكيورتي تبع اللوك نسيت الباسورد، وابني عاد بعيط. تتذكروا هذا الفيديو؟ فهي استخدمت ايش؟ فويس كوميونيكيشن تكنولوجي، وعملت سبوف كولز، يعني خدعت الليجيتيميت البروفايدر من خلال كولز، وهذا الكولز كان مخادع، وادعت انه هي جايه من ليجيتيميت سورس،
من صاحب هذا التليفون. فالفيكتمز اللي بيعمل ريسيف لهذا المسج ممكن يصدق انه صحيح وينفذ. طبعا هي استخدمت بنفس الوقت السوشيال انجينيرنج. اذا تتذكروا متذكرين الفيديو هذا، مين عم يتذكره؟ نايل فيشنج، خليني اذكركم فيه. دكتور، أنا دكتور بدي أسألك، هلأ مجرد ما نفتح على الإيميل بيكون سبام إنه ممكن يهكر الجهاز، ولا لازم نكبس على الاتاتشمنت المربوط بالإيميل؟ لا، بالغالب لازم تكبس على الاتاتشمنت. طبعا بدك تقرأي الإيميل قبل لا يس، أما مجرد فتحنا للإيميل بدون انه فتحنا للايميل بدون ما نكبس على اتاتشمنت ما بيسوي شيء. المفروض بس في السبام، السبام وير ممكن يكون يعني ما بشوفي. اقول لك شغله، كل يوم عن يوم بالكمبيوتر او عمليات الخداع بالكمبيوتر بتتطور كل يوم عن يوم. فبكل الاحوال اللي انت بتعتقد انه سبام لا تفتحيهوش من الاساس. اما اذا كان جاي من مصدر انت بتثقي فيه وخلص يعني اوريدي فتحتي الايميل، لا تنفذي محتوياته الا ما تكوني متاكده او مقتنعه انه صحيح. لما واحد يقول لك بدك تغير الباسورد لا ترد عليه. لما يقول لك واحد اكبس على هذا اللينك، هذا اللينك قبل لا تكبس على هذا اللينك تاكد انه فعلا صاحبك بما انك بتعرفه انه بعت لك هذا اللينك، وايش هذا اللينك. فممكن تتصل مع التليفون تتاكد منه، او ممكن تتجهز المسج من الأساس، لأنه ممكن يكون هذا اللينك بيعمل لك هارم، لأنه أنت مثلا خلينا نقول مش متأكد 100% أنه واصل من زميلك أو من زميلتك. طيب خلينا نشوف الفيجينج، نشوف هذا المثال اللي تتذكروا مرة أعطيتكم إياه سابقا. Invited Chris to hack me with his team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. We help people with human security issues by testing vulnerabilities for like a network test, but it's for the people network. We test those vulnerabilities, see where the holes are, and then help people learn so they can patch them. Can we try some of this? Can we try some, see if it works? Yeah, we probably could have our star Vischer here make some phone calls as Let's do it. Sure. Do you want to do a sample vishing call? What's vishing? Vishing is voice elicitation. And basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Will you? Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby, and he's like, get this done by today. So I'm so sorry, I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we use to log the account. The baby's crying, and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127 to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you
access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes. I really thought that my cell phone company would protect me. I mean, like. إذن إذا هذا الملخص اللي صار إنه هي ادعت إنها زوجته وطلبت من الفون بروفايدر إنه يعطيها أكسس على الأكاونت تبع زوجها وكانت حطت بالباك جراوند طفل عم بيبكي فهو شعر بالأسى والحزن عليها فساعدها بدون ما يفكر إنه ممكن تكون هي فيشنج مش 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 فعلا الليجيتيميت يوزر مش اليوزر اللي المفروض هو اللي غير الاكونت تبعه وبالعكس كمان زادت الامور بلا انه غيرت له الباسورد يعني عملت له بلوك فلاحظ هذا الفيشنج هو استخدمت السوفت وير السوشيال انجينيرنج واستخدمت الفويس كوميونيكيشن حتى تعمل عملية اتاك فهي الاتاك اللي سوته هنا غيرت بالكريدنشلز تبع الليجيتيميت يوزر واضح هلا فارمينج هي از تقمص ليجيتيميت ويب سايت حتى يخدع اليوزر انه يدخلوا الكريدنشلز والفارمينج هنا مثلا خلينا نسوي المثال مايكروسوفت انت لك اكونت على مايكروسوفت ويظهر لك صفحه المايكروسوفت وهي مش صفحه المايكروسوفت هي مشابهه لصفحه المايكروسوفت ويطلب منك انك تدخل اليوزر نيم والباسورد او يدخل الكريدنشلز ويسرق هذه المعلومات وطبعا الاتاكر لما بده يسرق المعلومات بده يستفيد منها بطريقه ما الوولينج هنا انه يجيك الفيشنج او الاتاك هذا الفيشنج جاي او موجهه لاشخاص ذو نفوذ يعني مثل المانجر يعني هي عمليه فيشنج ولكن على اشخاص ذو نفوذ مانجر رئيس وزراء يعني اشخاص التاثير على خلينا نقول الاتاك عليهم بياثر بشكل اوسع فهم يسموه وولينج واضح بلجن اكيد الكل مر على كلمه بلجن هو اضافه فلاش او شوك ويف على البراوزر ومن خلاله بيقدر يعمل انيميشن فهذا الانيميشن هي عباره عن اكسكيوشن لكود فهذه الشوك ويف وهذا البلجن ممكن ايضا تعمل عمليه اكسكيوتينج لمالوير فممكن اذا معناته البلجنز ممكن يكون مصدر للاتاك اذا كان الكود اللي بده يعمله اكسكيوتنج جاي من مصدر غير موثوق فيه سي اي او بويزنينج هي عباره عن سيرش انجن ولاحظ هذه لما تيجي تعمل سيرش على شيء معين بتلاقي جوجل بيرتب لك اياه بطريقه معينه فبتظهر عندك السايتات الأولى أو السايتات اللي بتظهر بالأول هي تمثل اللي أنت بتدور عليه بنسبة خلينا نقول 75% بعدين السايتات اللي بتيجي وراء النسبة يعني مثلا لو كتبت أنت كمبيوتر ساينس مثلا AI فبتلاقي السايتات اللي بتظهر بالأول بتحتوي على الكلمات كمبيوتر ساينس والAI بعدين السايتات اللي بتظهر بعدها بتكون فيها بس كلمة كمبيوتر أو كمبيوتر ساينس بعدين السايتات بتظهر فيها الاي اي بعدين السايتات بتظهر فيها كلمه كمبيوتر بتلاقي هو بيرتب لك اياهم بطريقه بحيث انه انت اللي بالاول يكون هو هذا اللي بدك اياه اللي بيظهر السايتات اللي بالاولى هي هذا اللي انت بتدور عليه هلا سي اي او بويزنينج شو بيساوي بالاتاكر شو بيساوي بيخلي السايتات اللي تظهر بالاول هي سايتات الليجيمت يعني مش ليجيمت اللي هي بتحتوي على التاكس فبتلاقي بيقول لك انت عشان تحقق السيرش تبعك هذا يعني بيعمل لك يعني بخليك انك تروح على سايتات مش صحيحه او انه بخلي اللي بيظهر بالاول خلينا نقول
هي السيتات اللي انت ما بتدور عليها. فممكن هذه السيتات تحتوي على هارم واتاكس، يعني بتعمل عملية تخريب للكريدنشلز، تخريب للداتا تبعتك، تخريب للكمبيوتر، whatever. براوزر هايجاك نفس الاشي، هي عبارة عن مالوير ذات بتخلي السيتنج تبع البراوزر، يعني مش نفس السيتنج اللي انت جهزته، بتكون بغير لك بالسيتنج، بيعمل بوديك على سايتات بيكون فيها كمان سايبر كريمينالز. بس طبعا هذا بيتم تنفيذه من خلال تغيير السيتنج، ويخليك تنزل بعض الشغلات without any permission. يعني انت بتكون عامل بالسيتنج انت تنزلش اي شيء الا اذا حصلت على بيرميشن مني. فبتلاقي البراوزر هاي جاكر هذا شو بيسوي، بيغير بالسيتنج، بيصير ينزل شغلات بدون حتى ما ياخذ منك الاذن. اوكي، اذا السي او بويزنينج هي عباره عن سيرش انجنز بيعمل ريدايركت او بيخلي عمليه اظهار السايتات اللي بتعمل عليهم سيرش مش بالطريقه الصحيحه. اما البراوزر هاي جاكر بيغير لك بالسيتنج تبع البراوزر. اوكي، اذا احنا بنكون خلصنا الجزء الاول اللي بتمثل المالوير اند مالشيس كود، وبنكمل ان شاء الله الحصه القادمه عن الديسبشن. طبعا الديسبشن بيخلص بسرعه معنا، بس نبدا بالاتاك. الاتاك يعني ممكن ياخذ وقت شوي، وممكن يعني ممكن اللي بنقدر نخلص الحصه القادمه، او ممكن تكملها تكون ليوم السبت، يوم الاحد. في أي سؤال؟ إذا ما في أي أسئلة يمكن نغادر. والله يعطيكم العافية. لا تمام دكتور، ما في سؤال. إن شاء الله خير. في الطالبة اللي حكيت بدي ألتقي معها، بس تبعت لي إيميل عشان أشوف على أبعت لها اللينك على إيميلها. تمام دكتور، يلا هلا ببعث.